لو بطلنا نحلم نموت. شعار رفعه شاب طموح اتولد واتربى في حي السيدة زينب وسط أرض مصر الطيبة وأحيائها الشعبية العريقة. بدأ الحلم يكبر يوم ورا يوم بعد ما تعلق بالرياضة وحطها هدف ومشروع نجاح. مشروع نجاح كل خطوة فيه كانت بتدل على تحدي ما يقدرش عليه إلا شخص واثق من نفسه وقدراته، اسمه حسن مصطفى. حسن مصطفى اللي اتكلم لغات كتير عبر مشوار طويل، لكن لغة النجاح كان لها مكانة خاصة عند رمز كرة اليد اللي بدأ المشوار لاعب ثم مدرب ثم أكبر مسؤول عن اللعبة في مصر والعالم كله. من 37 سنة رفع الدكتور حسن مصطفى راية التحدي وقرر يكون لكرة اليد المصرية مكانة وبريق وإنجازات، وقاد اتحاد اليد لرسم الخريطة والتخطيط لمستقبل كل الناس وقفت له انتباه. قرارات تاريخية ومواقف عظيمة هتفضل في الذاكرة عبر كل الأجيال، وأصبح منتخب مصر كرة اليد واحد من أهم وأفضل وأشهر منتخبات العالم. مصر تصعد لمنصات التتويج في كرة اليد بفضل رمز كبير اسمه حسن مصطفى. تمر الأيام وتكبر الأحلام علشان يتكتب في التاريخ بحروف من ذهب اسم مصر في السجلات الدولية، الدكتور المصري حسن مصطفى رئيساً للاتحاد الدولي لكرة اليد مع بداية الألفية الجديدة. ومش بس كده، بيفضل محافظ على المنصب الرفيع 6 دورات متتالية وسط تقدير من العالم كله. النهاردة بنزور الرمز الكبير الدكتور حسن مصطفى اللي له أفضال كتير على لعبة كرة اليد علشان نقول له شكراً ونرد له جزء من الجميل. أهلاً، ازيك يا دكتور حسن؟ ازي حضرتك؟ أخبار حضرتك إيه؟ شكراً للرد الجميل. لا ده احنا بنشكر حضرتك يا دكتور، وكل سنه وحضرتك طيب ومنورنا على قناه الاهلي. النهارده في برنامجنا رد الجميل جينا نزور الدكتور حسن مصطفى في بيته علشان نقول له شكرا، شكرا على رحله كفاح وعطاء فريده من نوعها، شكرا على الانجازات، شكرا على القرارات اللي كانت دايما بتخدم الرياضه. النهارده جايين نقول شكرا من القلب دكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد اللي احنا دايما كمصريين نتشرف ونفتخر بيه. في البداية يا دكتور حسن، شكرا على المقدمة. لا ده أقل حاجة يعني لإنسان عظيم زي دكتور حسن مصطفى بنفتخر إنه هو مصري. لما بيتقال الدكتور حسن مصطفى المصري، أول مصري، أول عربي، أول أفريقي يترأس اتحاد دولي، شعور الدكتور حسن مصطفى إيه؟ والله أنا طبعاً فخور إن أنا أكون مصري الأول قبل أي حاجة تانية. طبعاً يعني إن أنا عايز أركز عليه إن إحنا أساساً كلنا مصريين ونحب إن إحنا نخدم بلدنا في الداخل وفي الخارج. ووجودي كرئيس اتحاد دولي طبعاً يعني ده يعني بيؤكد إن مصر والمصريين فيها خامات وفيها مهارات وفيها ناس على أعلى مستوى تقدر تصل لأعلى المناصب. ومن هذا المنطلق أنا كنت حريص جداً إن أنا يعني مش سهل إن حد يبقى عربي أفريقي مسلم برضو واخد بال حضرتك إزاي مصري، فإن هو يترأس اتحاد دولي، وخصوصاً أنت عارف حضرتك لعبة كرة اليد هي لعبة أوروبية طبعاً. وأول انتخابات ليا كانت في البرتغال سنة 2000 وكنت ضد رئيس او اللي كان ضدي كرئيس وزير خارجيه النمسا ايرفان لانس. فطبعا دي حاجه كويسه، والحمد لله الواحد طبعا حاطط مصر قدام عين وحاطط المصريين قدام عين، وان انا كل تصرف بعمله كل حاجه بقولها او تحسب عليا ان انا كراجل مصري عشان بقول لهم لا مصر مليانه وفيها ناس مهارات عاليه جدا تقدر تقود مش الاتحادات الدوليه، تقود اللجنه الاولمبيه وتقود كل حاجه ان شاء الله. لما يتقال الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، حضرتك بتبقى سعيد باللقب ده ولا دايما عندك تخوف من المسؤولية الكبيرة في اتخاذ كل قرار بياخده الدكتور حسن مصطفى؟ لا، ما هو اللي انا عايز اقوله ان انت علشان تبقى عشان تنجح فلازم اي قرار بيتاخد يبقى لازم يدرس دراسة وافية جدا قبل ما يتاخد، لان ما ينفعش في بعض الناس في بعض المنظمات الرياضية تاخد قرار النهارده والجلسه اللي بعديها تاخد
تناقش نفس القرار. واخد بال حضرتك ازاي؟ فاحنا عندنا مثلا لما بناخد قرار عشان نتكلم فيه تاني بعد سنه. بعد سنه من يعني قبل قرار ما بيتاخد لازم يتدرس من كل الجوانب. لان احنا انت لما معنت ان انت تاخد قرار وترجع فيه يبقى انت كنت غلطان. يعني عملت حاجه مش مظبوط، عملت حاجه غلط. ودي بتؤثر على الفرق وبتفسر على اللعيبه وتأثر على حكام ومدربين ومنتخبات ومن اخر. واخد بال حضرتك؟ فعشان كده لازم الواحد يبقى حريص قبل ما يتاخد اي قرار عشان ما يبقاش قرارات العشوائيه ما تمشيش مع الاتحادات الدوليه. يعني الرياضه بقى في حياه الدكتور حسن مصطفى ونشاته الرياضيه ابتدت الاول يا دكتور حسن قبل كره اليد، الاول طايره ما لقيت الدكتور حسن مصطفى ما لقاش نفسه فيها، بعد كده السله. لا مش ما لقيتش نفسي. لا يعني هو طبعا يعني هي الالعاب الجماعيه قريبه من بعض. واخد بال حضرتك ازاي؟ لكن اللي انا عايز اقول ان انا بدات لعبت شويه ملاكمه، وبعدين لعبت كره طايره ولعبت كره سله، لكن انا لقيت نفسي في كره اليد. واخد بال حضرتك ازاي؟ يعني لعبه كان فيها، انا بحب الالعاب اللي هي فيها احتكاك. فطبعا دي بتثيرني يعني. عشان كده يعني سبت بقيه السله كان السله لا الملاكمه كلها احتكاك. لا كلعبه فرديه. الطايره ما فيهاش احتكاك خالص. لا طبعا فرقتين. فاللي انا عايز اقوله ان انا اخترت ان انا اكون في كره اليد، وحولت مساري من الالعاب الاخرى الى كره اليد، والحمد لله ربنا وفقني. مين اللي كان بيشجعك في الصغر بقى، الوالد ولا الوالده؟ لا انا بدات تسلك بقى مجال الرياضه. لا يعني طبعا الوالد والوالده واخواتي والناس اللي هم قبل اللي يعني اللي هم ابناء المنطقه. يعني طبعا كان ليهم فضل كبير عليا جدا في هذا المشوار. وبالتالي يعني طبعا من هذا البرنامج احب ان انا بشكر كل ما هو مد ايده ليا ان انا اصل للمستوى اللي انا فيه او البوزيشن اللي انا فيه. دكتور حسن مصطفى اول ما ابتدى يمارس الرياضه ابتداها في نادي الزمالك، ناس كتير ما تعرفش، كل اللي يظن الدكتور حسن مصطفى لعب في الاهلي بس، لكن النشأة والبداية كانت في الزمالك. في نادي الزمالك. لا هي يعني انا بدأت في نادي الزمالك. لان انا رحت النادي الاهلي، انا طبعا اهلاوي كرة قدم. وانا لما رحت النادي الاهلي بيبقى في اختبارات زي اختبارات الكورة. كرة اليد. فما خدونيش. فرحت الزمالك خدوني. فبدأت العب في نادي الزمالك. لغاية اما جه مباراة كرة قدم بين الاهلي والزمالك. وانا فاكر كنا مجموعة كده كلنا اهلاوية يعني اهلاوية في كرة القدم. وكان ايام الله يرحمه الكابتن محمد حسن حلمي كان رئيس نادي الزمالك. فالمهم بعد الماتش الاهلي كسب، فاحنا قعدنا نهيص وبتاع وكده. فطبعا كان وضع غير مألوف بالنسبة لهم. فالمهم في النهاية مشينا من نادي الزمالك. كان مجموعة بتلات اربعة كده. طب تعالى نبتدي يعني او تعالى نحكي مشوار الدكتور حسن مصطفى في النادي الاهلي واحنا قاعدين. اتفضل يا دكتور. دكتور حسن، لما حضرتك بقى مشيت من نادي الزمالك وهتبدا رحله نجاح ثانيه في النادي الاهلي، مين اللي خدك من نادي الزمالك ووداك نادي الاهلي او رشحك لنادي الاهلي؟ هو كان في الحقيقه يعني طبعا انا لما كنت في نادي الزمالك كنت لعبت في نادي الزمالك. فطبعا بدا الناس تعرف مستواي يعني، خصوصا بالنسبه للنادي الاهلي كان فيه مهندس كمال بخيت. ده كان هو مدير الفرقه كره اليد في النادي الاهلي، واتصل بي وقال لي انا عايزك تيجي النادي الاهلي وكده، فرحت النادي الاهلي. خصوصا طبعا كانت اسهل كتير ان انا اروح النادي الاهلي لان انا كنت بنتمي وبحب النادي الاهلي في كرة القدم. فرحت النادي الاهلي وبدا بقى المشوار. برضو بعد المسيرة مع النادي الاهلي طويلة وعظيمة، حضرتك فاكر الجيل بتاع حضرتك اللي كانوا بيلعبوا معاك في الوقت ده؟ طبعا. مجموعة كبيرة يعني طبعا، انا بس خايف انسى حد، لكن اساسا مثلا الكابتن طلعت شتا او الدكتور طلعت شتا، مهندس سعد عبد العال، المستشار حسين فتحي اللي هو رئيس هيئة قضايا الدولة دلوقتي، ما شاء الله اسماء كبيرة. واخد بال حضرتك ازاي؟ فطبعا كان بقى موجود مسعد عباس، مجموعة كبيرة كانوا بيلعبوا معايا، بس انا يعني
أخشى أن أنا أنسى حد في الحياة، لكن كلهم كانوا ناس أصدقاء وزملاء وحبايب، وعملنا يعني منظومة كويسة جدا في كرة في النادي الأهلي. دكتور حسن مصطفى وهو لعب الماتش اللي عمره ما ينساه؟ لا، في ماتشات كتير، يعني مثلا كنا بنلعب ماتش في نادي الجزيرة في السنتر كورت بتاع نادي الجزيرة، وبعدين حصل يعني طبعا نادي الجزيرة ما فيش جمهور كتير يعني بيجي، او جمهور اللي هو الاعضاء بتوع النادي، اعضاء النادي يعني. فكان في الحقيقة كان في خروج عن الروح الرياضية، فالمهم طبعا اتضايقت جدا انا، وبعدين بدأوا زمايلي يجيبوني وبتاع، نكمل الماتش ومفيش مشكلة. وجم بتوع اللي هم الإداريين بتوع نادي الجزيرة بدأوا يعتذروا. مين اللي أثر في الدكتور حسن مصطفى كلاعب؟ على المستوى المصري يعني؟ على المستوى المصري لا، كان في مجموعة كبيرة، كان في الدكتور طه الشافعي، في كابتن حسين الشافعي، في كابتن مصطفى حسن، دول كانوا في الحقيقة كانوا يعني، في كابتن عرفان بدير، في كابتن أحمدين، هذه مجموعة كانت بتقود اللعبة أيامية، كانوا أكبر مننا شوية سنا، وكانوا متقدمين عننا في اللعبة. أهم الحاجات الدكتور حسن مصطفى اتعلمها داخل النادي الأهلي وحضرتك كنت لاعب وقتها؟ احترام المنافس، النظام ديسيبلين، يعني ما اخدش حق غيري، يعني مثلا لو في لعبه مثلا الحكم حسبها غلط وانا شايف ان هي ليا او عليا، المفروض ان انا لو سئلت بقول وجهه نظري في هذا الموضوع. طبعا ما فيش احسن، الرياضه بتعلم الناس الفيرنس والشفافيه، وان كل واحد ياخد حقه، واللي ملوش حق لازم ياخده. ودي طبعا حتى بالنسبه للقياده مهمه جدا، مش وانس ان انت بس، انت لازم تكون انت اتربيت عليها وانت بتلعب، ودي مبادئ واخلاقيات الاهلي. طبعا. امتى بقى دكتور حسن مصطفى بعد رحله في النادي الاهلي رحله طويله، امتى قال لازم اعتزل؟ طبعا انا اساسا جات لي بعثه ان انا اروح المانيا الشرقيه، فسافرت المانيا الشرقيه، الكلام ده كان سنه 74. فلما سافرت كانت بعثة خاصة بالتدريب، تدريب كرة اليد في ألمانيا في لايبزيغ، مدينة لايبزيغ. فروحت وسافرت، طبعا كان في اختبارات اتعملت وكده وسافرت، وبعديها يعني لما جيت سافرت بطلت، لأن طبعا كنت هقعد فترة بره. وبعدين لما رجعت على طول مسكت تدريب المنتخب، دخلت في مجال التدريب. يعني لما رجعت انا كان في يعني كانت مصر كانوا بيلعبوا بطوله افريقيا في تونس، وحصل احتكاك بين الفرق وبعضها وبين مصر وتونس، وحصل يعني كان في مشكله كبيره، والفريق المصري انسحب. واللجنة الأولمبية أياميها طلعت قرار بإيقاف نشاط كرة اليد الدولي. فلما رجعت من لايبزيغ، فالاتحاد عرضوا عليا إن احنا نعمل فريق جديد من الناشئين، بغض النظر عن الناس اللي انسحبت دي، طبعاً انسحاب كلمة كبيرة وما ينفعش في الرياضة أبداً. وقالوا لي تمسك الفرقة، اعمل فرقة صغيرة ونطلع بيها. فأخدت الفرقة، وكانت أول بطولة لينا كانت بطولة كأس فلسطين في الكويت سنة 1975. ودي كان ليها طبعا ذكريات كبيرة جدا. الدكتور حسن مصطفى وهو لاعب وهو أيضا مدرب دايما بينظر لكرة اليد نظرة مختلفة، دايما عايز يخلي كرة اليد كرة لعبة شعبية، ودلوقتي ما شاء الله اللعبة الشعبية الثانية بعد كرة القدم أصبحت كرة اليد. هنقف في سنة 85 قدام حدث مهم جدا، ترشح الدكتور حسن مصطفى لرئاسة الاتحاد المصري لكرة اليد. وقتها الكواليس، وقتها الناس بدأت تقول شاب صغير داخل يعمل ايه؟
احكي لنا بقى الكواليس وقتها. لا يعني هو في الحقيقة بالنسبة للجزء ده الخاص طبعا انا اساسا كرة اليد يعني لعبة اتراكتف ليها جاذبية ولعبة سريعة هذا المنطلق يعني كنت مدافع عن كرة اليد لان في هذا التوقيت اللي حضرتك بتقوله كانت مصر يعني مصر لم تحصل على بطولة افريقيا اي بطولة ولا وصيف ولا ثالث ولا رابع ولا لا الرابع كانوا بيلعبوا على المركز الرابع وكانت اللي بيقود كرة اليد في هذا التوقيت كانت الجزائر وتونس او تونس والجزائر واحنا من سنة 1965 حتى سنة 1991 مصر لم تحصل على بطولة افريقيا ولم تشترك 26 سنة ولم تشترك في كأس العالم أو الدار الأولمبي. فبعد ما احنا بعد ما أنا جيت عملت مجموعة عمل زي الناس زمايلي أعضاء مجلس إدارة وبدأنا نشتغل وحطينا بعض القواعد والنوايح أو القواعد الاستثنائية اللي هي تتعمل بحيث إنها تغطي الديفو اللي موجود في الفرق المصرية. من ضمنها طبعا عملنا حاجات خاصه بالبنالتيز بين الشوطين. لا انا بس النهارده وحضرتك بتقول بنحط حاجات استثنائيه اكيد مش هتعجب البعض. ما هو ما عجبتش ناس كتير وتهاجمت بس طبعا اللي انا عايز اقوله يا كابتن اسامه اللي انا عايز اقوله حاجه مهمه جدا لما تبقى انت راجل قائد زي ما قلت لحضرتك دلوقتي ادرس ما هو ادرس قرارات قبل اعلانها او قبل اتخاذ القرار وبعد كده تبقى الديكتاتور في تنفيذها. يعني في حاجه اسمها يقول لك ديمقراطيه المناقشه وديكتاتوريه القرار. طالما القرار اتاخد يبقى خلاص لازم يتنفذ. ومن هذا المنطلق لازم تدرس كويس القرار اللي انت بتاخده لان القرار ده بيمس الناس كتير. وخصوصا مثلا لما يبقى في الاتحاد الدولي او مثلا في اتحاد قاري او كده بيمس انديه ولاعبين ومدربين وحكام. في الحقيقه في هذا التوقيت احنا عملنا بعض القرارات المهمه جدا القرارات الاستثنائيه اللي هي ناس يعني مثلا من ضمن الحاجات اللي هو اذا كان اللاعب وصل لسن 32 سنه ما بيلعبش في منتخب لازم يبطل ونوجهه للتدريب والتحكيم في سن صغير. حضرتك كنت حريص على الحته دي مش مجرد ان اللاعب بيعتزل لا ده انت حضرتك بتخلق برضه كوادر إدارية في سن صغير اداريه فنيه وتحكيميه. هو ليه احنا ليه خدنا القرار ده يا كابتن؟ خدنا القرار ده لان الناس في مصر ما بتختارش الخامات او المهارات اللي موجوده او المواهب اللي موجوده من الاقاليم كتير كلها من القاهره. والدليل على كده ان هو في ناس كتير بتبرز في مدنهم بس ما بيظهرش لما بيجي هنا بيلعب في الاهلي او الزمالك او كده. فعشان كده احنا مشكله ان الاولاد دول في سن اي سن كبير حتى بيلعب بالعزوه لان هو ابن فلان والعمده مش عارف صاحبه او معرفش ايه. فاحنا خدنا قرار مركزي قلنا فيه ان لا احنا اللي بناخد قرار كاتحاد اللي وصل سنه كذا فدي فتحت مجال كبير جدا للناشئين بتوعنا تطلع المواهب الجديده على مستوى العالم كمان يعني على مستوى الافريقي ثم مستوى العالم. وبعدين بدانا بقى نحط بعض القرارات برضو من ضمن القرارات. دكتور حسن مصطفى الاهلاوي بياخد قرار ضد الاهلي لما حضرتك اتنين لعيبه مميزين في نفس المركز بيلعبوا في نفس النادي ومنتخب محتاج يكون واحد ما يلعبش. احنا خدنا قرار اللي هو بقى ده بدايتها خدنا قرار عشان يعني انا اساسا لما جيت في الجمعيه العموميه بتاع اللي انتخبتني قلت لهم يا جماعه انا عايز اركز على حاجه مهمه اذا كنتوا عايزين انا اكون موجود انا مطلوب ان انت تساعدوني عشان ننجح. فانا النجاح بتاعي ما يفرقش معايا نادي ايه يكسب. بس مصلحه مصر اللي هو المنتخب. المنتخب يبقى انا قلت لهم المنتخب ثم بعد كده الانديه. ففي بعض الاوقات كان في بعض القرارات بتتاخد يعني مثلا ايام الله يرحمه الكابتن صلاح سليم وكمال بيحافظ قرارات يعني هو الافضل
ان هو الناس اللي هم في مجلس الاداره يطلعوا من انديه على سنه يبقوا رياضيين. والرياضي بيطلع من نادي. بس اهم حاجه ان انت تبقى فير وتنسى الفانيلا اللي انت لعبت ليها. دي اهم حاجه بالنسبه وانا قاعد على ترابيزه القرار بنسى انتمائي. لا طبعا. حتى حصل كذا كذا مره، لان كان حصل بالصدفه كذا حاجه قرارات مش في صالح النادي الاهلي. من وقتها كان الكابتن ياسر لبيب، وكان يعتبر ياسر بيبو كرة اليد وقتها، واتنقل من الاهلي علشان الزمالك، راح للزمالك وقتها، كان الهدف علشان لا هي دي مصر. هي دي احنا كنا خدنا قرار عشان المنتخب ما يبقاش فيه اتنين لعيبه في بوزيشن واحد يلعبوا في نادي واحد، عشان ياخد فرصه يلعب اكتر عشان المنتخب يستفيد، عشان المنتخب يستفيد منه، واخد بال حضرتك ازاي؟ فطبعا حصل الكلام ده مع ياسر لبيب. وكان هو كابتن مصر واتشال من النادي الاهلي وراح نادي الزمالك، لعب لنادي الزمالك. وطبعا بس طبعا مش تعنت او ان احنا تحيز، لا ده لمصلحة اللعبه. فحتى من ضمن طبعا الناس اللي هم في اللي هو مجلس اداره النادي او الاعضاء مجلس اداره النادي، فطبعا شايفين حاجه مش طبيعيه، في قرارات جديده وقرارات سنيه بتتاخد في لعبه كره اليد. احد المرات الكابتن صالح بيقول لي يعني انت راجل اهلاوي بتاع، قلت له انا راجل اهلاوي وبقول على الملأ ان انا اهلاوي، لكن النادي الاهلي مش هياخد مني اكتر من حقه حقيقة. لكن انا مطلوب مني كاهلاوي ان انا احافظ على حق النادي الاهلي، مفيش حد تاني ياخده، لكن مش هجامل النادي الاهلي، لو جاملت الاهلي يبقى جامل الزمالك وهجامل. صح، فدي اللي انا عايز اقول ده. وبعدين كده احنا تربينا على هذا الكلام لان طبعا اصدي حقوق ناس يعني، واخد شوف مثلا النادي بيصرف ويجيب مدربين وحكام وقصدي ولاعيبه وبعدين بعد كده بيخسر وقتها كان طبعا الكابتن ياسر لبيب، وما زال طبعا يعني واحد من نجوم الاهلي الكبار. نتيجه التخطيط بقى السليم اللي اتحط سنه 85 مصر، احنا بعد كده كابتن اسامه عملنا مشروع طوال القمر، مشروع العمالقه، ايوه، وده انا اتكلمت فيه مع الدكتور حسين كمال بقى الدين الله يرحمه، كان وزير التربيه والتعليم. قلت له احنا عايزين نعمل تعاون بين الاتحاد المصري لكرة اليد وبين وزارة التربية والتعليم. قال لي طب ايه اللي انت عايزه؟ قلت له بس انا عملت مجموعة عمل تروح تزور المدارس وتكتشف المواهب الموجودة. المواهب بالنسبة لكرة اليد هي طبعا كرة اليد هي مهاراتها هي بالظبط يعني مش زي مش يعني معقده زي كره القدم وكره السله وكده. كره اليد محتاجه طوال القامه، لعبه محتاجه قوه بدنيه عشان فيها احتكاك، بالظبط، سرعه رد الفعل. وبالتالي احنا مشينا في هذا الاتجاه والحمد لله يعني ربنا وفقنا، كانت اول ثمره النجاح في هذا الكلام. احنا حصلنا على بطوله العالم للشباب هي اللي كانت في مصر سنة 1993، أول مرة فرقة خارج أوروبا تحصل على كأس العالم. فده كانت دي كانت البداية في الحقيقة. وبعد كده بقى بس البداية كانت برضو 91 حصول مصر على أول بطولة أفريقية وقتها، وكان دكتور حسن. أنا جالي ساتك هو بعد كده جه 91، 93 ده كانت الشباب. إحنا كان عندنا هنا سنة 99 كانت بطولة العالم للكبار. طبعا طلعنا كنا احنا بقى في الوقت ده باستمرار نتائجنا ما تزيدش عن المركز السابع على المستوى العالمي، لان احنا عملنا فعلا شغل كويس. وحتى احنا كان لينا بعض المواقف اللي هي او بعض القرارات خاصه بالجماهير، جماهير اللي هي بتخرج عن الروح الرياضيه، شتيمه او كده، يتحسب عليها بينالتي. دي لائحه الجزاءات ضد الجمهور اللي ممكن يخرج عن النص في المباريات. فده حصل في الحقيقه. وبعدين كان في مثلا كنا احنا كنا بنعمل استاتستيك يعني احصائيات خاصه بالبطولات اللي احنا بنشترك فيها، فكان من ضمن الاحصائيات اللي هو احنا بنضيع ركلات جزاء. رميات جزاء، رميات جزاء بلغه كره اليد يبقى رميات جزاء. رميات جزاء رميات جزاء. طب نعمل ايه؟ بدانا نحط تأوليفه كده
ان بين الشوطين في كل مباريات الدوري كل فرقه تشوط 5 بالظبط ويضافوا لنتيجه ويضافوا نتيجه المباراه فدي في الحقيقه عملت شغل كويس جدا وحاجات كتيره يعني مثلا الاشول لما بيحط جون بيحط جون بيتحسب باثنين ومن بره التسعه بره التسعه اللي هي التسعه متر لو كده برضه يتحسب عشان ندي فرصه للخط الظهر او الباكات تشوط من بعيد فدي عملت شغل كويس جدا في وبعدين عمليه الربط عمليه الربط بين بين الشباب الفريق الاول يعني الشباب عشان انت تاخد بطوله مصر في كره اليد الفريق الاول لازم يكون فرقتك مرتبطه بنتائج مرتبطه بفريق الشباب فدي عملت طفره كبيره جدا للناس كلها بدات تهتم بالانديه كلها خلاص انت ممكن تبقى البطل كدوري لكن مش انت البطل المتوج ايوه وبالتالي عملت شغل كتير جدا في هذا التوقيت يعني سعيد بالحوار ده جدا المية والخضرة والوجه الحسن معايا طبعا الدكتور حسن مصطفى أهلا وسهلا شكرين جدا ألف شكر دكتور حسن البطولة اللي حضرتك تعتز بيها وعمرك ما تنساها وحضرتك مسؤول رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد وأنا في الاتحاد المصري كأس العالم اللي كان في مصر ده لأن احنا طبعا يعني أول مرة مصر تحصل على بطولة عالم فاحنا وصلنا الفاينل كان مع الدنمارك ودي ليها قصة اقول لساتك عليها قصتها ايه بقى الله يرحمه كان ماسك حد في التلفزيون مسؤول عن القناة الرياضية اسمه الاستاذ فايز زمر طبعا الاعلام الكبير فالاستاذ فايز الله يرحمه جاء قبل الدورة ما تبدا وقال احنا عايزين من الاتحاد المصري اعتقد حوالي 30 40 الف جنيه قلت له بتوع ايه قال لي يعني ان احنا ننزع لكم قلت له انا بدي لك برنامج انت بتعمله مسلسلات وبتعمله افلام وبتشتروها فانت المفروض انت تدفع لي قال لي فالمهم في الاخر يعني الناس كلموه بتاع وقال لي اوكي ما فيش مشكله تذيع هنذيع ومن غير وصلنا الفاينل فقلت لهم الاستاذ فايز زومر فين فجابوا لي يا استاذ فايز احنا مش هنذيع النهائي قال لي ازاي قلت له عايز تنذيع النهائي قال لي طبعا الناس كلها قلت له تدفع 50,000 جنيه الاتحاد 50,000 جنيه ده مبلغ كبير جدا طبعا دلوقتي يعني حاجه كبيره فقال لي ازاي المهم ف راح اشتكى كان امير الدكتور عبد المنعم عماره كان وزير الشباب والرياضه الدكتور عبد المنعم كلمني وقلت له لازم وخدنا 50,000 وده كان اول مبلغ يحصل عليه والحمد لله كسبنا كاس العالم ودي من اهم البطولات اللي بعتز بيها الدكتور حسن مصطفى لا دي كانت اللي فتحت السكه بقى سعيد يا دكتور حسن لما دلوقتي حضرتك رئيس الاتحاد الدولي واصبحت كره اليد من اكثر اللعب شعبيه في العالم دلوقتي وانتشارها في كل بلدان العالم انا عشان اقول لحضرتك على حاجه باكد على الكلام اللي حضرتك بتقوله يا كابتن اسامه ان هو احنا في الدوره الاولمبيه اللي كانت في ريو ريو بعديها طوكيو ما كانش فيه جمهور كان عشان في ريو كوفيد وقتها. عشان كوفيد في ريو احنا طلعنا المركز الثاني في عدد المشاهدين في الملعب بعد كرة القدم كرة القدم طبعا في البرازيل زي ما سيادتك عارف الراجل بتاع كرة هو فاللي انا عايز اقوله ان احنا الحمد لله يعني عملنا يعني زودنا ايرادات الاتحاد الدولي مثلا نقول مش اقل من 20 30 مرة
زيادة. زودنا عدد أعضاء الاتحاد الدولي دلوقتي، أنا لما جيت كان أعتقد 128 اتحاد، دلوقتي احنا 209 اتحاد. زادت عدد الاتحادات. الحركة التلفزيون يعني أعتقد من 2.5 ل 3 مليار بيتفرجوا على كرة اليد. فدي حاجات عملنا ريكورد كويس الحمد لله، والناس كلها مبسوطة. وبالتالي طبعا زي ما بقول لحضرتك، لما كنت في فيينا وقالوا لي لا احنا يعني في الحقيقة كنا غلطانين في الفترة الأولانية وبتاع، لأن هو طبعا اللي أنا عايز أقوله حاجة مهمة جدا ودي نفعتني. اللي هو وأنا بلعب كنت حكم، وبعدين بعد ما خلصت اللعب مدرب. مدرب في النادي طبعا في النادي الأهلي. وبعدين وأنا بلعب قدمت إن أنا بحكم دولي فنجحت، بقيت مدرب دولي، مسكت المنتخب يعني قعدت في المنتخب. كلها خبرات كبيرة طبعا في مشوار حضرتك. فحتى دي بتساعدك في ان لما بتيجي بتتكلم مثلا بتتكلم مع حكم يعني مثلا. احد المرات انا باستمرار قبل اي بطولة من بطولات العالم بقعد مع الحكام، يعني مثلا مش اقل من 75-80% من قانون الرياضة، قانون كرة اليد، قانون اللعبة يعني. انا اللي بقدم اقتراحات بتعديله عشان تبقى اللعبه اكثر جاذبيه. وده اللي خدم دكتور حسن مصطفى، انه عاش مهنه كره اليد من كل جوانبها. لاعب وحكم ومدرب ورئيس الاتحاد المصري، رئيس الاتحاد الدولي. وبعدين اللي انا عايز اقوله حاجه مهمه، وهو ان هو بقول لحضرتك كنا بقعد مع الحكام قبل اللي ما يبدا كاس العالم. فأحد بتكلم على موضوعات معينة، خلي بالكم من دي وخلي بالكم من دي وبتاع. فأحد الحكام أعتقد من الدنمارك قال لي يا سيادة الرئيس، هو أنت كنت حكم؟ قلت له أنا كنت حكم لما كنت أنت في كيندر جاردن يعني في الحضانة، واخد بال حضرتك إزاي؟ فطبعا اللي أنا عايز أقوله إن إحنا الحمد لله يعني لما بتقعد مع الناس بتقنعهم، وانت عندك الباك جراوند ان انت اساسا كنت مدرب كنت لاعب وكنت حكم، فدي بتساعد طبعا. حدث مهم يا دكتور حسن هو تنظيم مصر لبطولة العالم 2021 في ظل التحديات الكبيرة. قبل كده كنا بنشوف دول تشترك مع بعض عشان تنظم بطولة العالم، لكن مصر تاخد الملف كاملا، هي الوحيدة اللي بتنظم في ظل تحديات كبيرة والكورونا. شوف تنظيم مصر للحدث ده ازاي، خاصة احنا معانا دلوقتي كرة اللي تلعب بيها البطولة. كاس العالم هنا في مصر. ده طبعا سيادتك شايف الالوان دي ايه؟ احمر ابيض اسود. ده علم مصر. في قلوبنا كلهم. كلنا. طيب اللي انا عايز اقوله طبعا كان في الحقيقة قرار صائب من الاتحاد الدولي ان يعطي مصر تنظيم كاس العالم 2021. احنا قبل كده زي ما حضرتك قلت يا كابتن اسامه، اللي هو قبل وبعد هذه البطوله كان اللي بينظموا يا اما دولتين او ثلاث دولات يعني او ثلاث دول. فاللي انا عايز اقول ان احنا مثلا البطوله اللي هي سنه 2019 كانت بين المانيا والدنمارك. دي اساسا 2021 كانت مصر فقط لوحدها هي اللي بتستضيف الملف لوحدها. بعد كده عندنا السويد وبولندا، واخد بال حضرتك ازاي؟ فطبعا يعني لكن من انجح البطولات اللي تمت، وفعلا كان حدث عظيم وكبير، وخصوصا ان سياده الرئيس تشرفنا في الافتتاح، رئيس عبد الفتاح السيسي. اسمحوا لي ارحب بكم جميعا ضيوفا كراما على ارض مصر الكنانه في اكبر تجمع رياضي يشهده العالم حاليا، في رسالة نؤكد من خلالها بكم ومعكم أن العالم أصبح قادرا على التعايش في ظل الواقع الجديد الذي فرضته جائحة كورونا، وأننا سنتجاوز تلك المحنة بإذن الله أكثر تماسكاً وتكاملاً في مواجهة مختلف التحديات
وأكثر تفهما لقيمة الحياة والتعايش السلمي والآمن بين الشعوب. بسم الله وعلى بركة الله نعلن افتتاح بطولة العالم لكرة اليد للرجال 27 بجمهورية مصر العربية. في هذا التوقيت كانت مشكلة كبيرة جدا قبل التطعيم. فاحنا كل اللي احنا عملنا بابل اللي هو فقاعة طبية. واخد بال حضرتك ازاي؟ واحنا عملنا شغل كبير جدا مع الاتحادات انها تشترك، يعني عملنا كذا فيديو كونفرنس مع ال 32 دولة، وكان دي أول مرة الاتحاد الدولي يزود عدد الفرق اللي هي في 2021 في مصر. تبقى 32 بدل من 24. وكان ده تحدي تاني برضه. طبعا تحدي تاني، وفي نفس الوقت قبليها على طول اللجنة الأولمبية الدولية أجلت دور طوكيو اللي هو 2020. وبعدين بعد كده احنا أساسا فتحنا للعالم كله، كل الاتحادات الدولية كانت قافلة في تنظيم بطولة العالم. بطولات العالم يعني. لكن أنا كان وجهة نظر إن إحنا مش عارفين الكوفيد دي هتنتهي إمتى، ولازم نتعايش مع الموقف اللي إحنا فيه. ففي الحقيقة بعد كأس العالم والدليل والحاجة العظيمة فيها إن الحكومة المصرية عملت أعلى مستوى، يعني استندر على مستوى كل البطولات. يعني في الحقيقة كان متداخل في هذا الموضوع السيد الرئيس فتحي السيسي، كل مؤسسات الدولة كانت تشترك طبعا على رأسها رئيس الدولة الدكتور مصطفى مدبولة رئيس مجلس الوزراء. ومجموعة عمل من السادة الوزراء. ففي الحقيقة اتعمل حاجة يعني على أعلى مستوى. أبرز الرسائل اللي جات للدكتور حسن مصطفى على المستوى الشخصي بعد النجاح المبهر للبطولة هنا اللي كانت موجودة في مصر؟ لا، الناس كلها بدأت بعد ما كانوا متخوفين بدأوا يبعتوا شكر لمصر، الدولة المصرية، بعتوا شكر للدولة المصرية وبعتوا شكر للجنة الأولمبية الدولية. وأنا ما منساش الرسالة اللي بعتها لنا السيد توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، بيشكر الاتحاد الدولي كرة اليد وبيشكر الحكومة المصرية على ما قامت به من إن هي تفتح الرياضة للعالم كله. ففي الحقيقة الناس كلها يعني كانوا أبريشيت اللي حصل دوت. يعني كانوا سعداء جدا كل الاتحادات الدولية وكل اللجنة الأولمبية الدولية. واللجنة الأولمبية الدولية طلبت اللي هو البركوشن أو الإجراءات الاحترازية اللي احنا نفذناها. مصر وقتها قدمت ملف كامل هي عشان تغطي كل النقاط الصغيرة في البطولة وقتها. بالظبط كده. وبالتالي نجحت البطولة على أعلى مستوى. وما فيش بطولة اتعملت في أي حتة سواء في أوروبا أو في البان أمريكا ولا في أوسيانيا زي نجاح بطولة مصر. يواجه العالم منذ بداية عام 2020 موقف شديد الحرج دائما أثر على كل الأنشطة الرياضية ورؤساء الاتحادات الدولية، والتي أدت إلى إلغاء 3 بطولات في روسيا وفي رومانيا وأيضا في إيطاليا جراء هذه الجائحة. يجب أن نكيف أنفسنا مع ما نواجه من كوفيد 19 من أجل تنفيذ هذا الحدث ومن أجل اللاعبين والمدربين وكل المشاركين في هذه البطولة. على المستوى الشخصي بقى، الدكتور حسن مصطفى شاف ازاي تكريم الدولة المصرية لما اطلقت على احدى الصالات الكبرى اسم الدكتور حسن مصطفى؟ لا طبعا انا بحب ان انا بشكر الحكومة المصرية، بشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان بيفتتح الصالة قريب حوالي 3-4 اسابيع. يعني رغم ان هو مشاغل كبيرة جدا، لكن اعطى وقته لان هو كان فيه اكتر من مشروع هنا، ومنهم افتتاح الصالة بتاعت التحمل الاسمي. فأنا طبعا سعيد جدا وبشكر الحكومة المصرية وبشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وبشكر الناس كلها ان هي كرمتني وانا لسه عايش. يعني ده تقدير كبير لرمز كبير زي دكتور حسن مصطفى. برضو من ضمن التكريمات المهمة بيتك وهو بيكرمك نادي الاهلي كابتن محمود الخطيب، وهو بيكرم في التكريم ده
رمزين كبار من رموز النادي الأهلي الدكتور حسن مصطفى وكابتن حسن حمدي الكلادة الذهبية للنادي الأهلي. دكتور حسن بس عشان برضو حضراتكم كلكم تعرفينه وسيرته الحقيقة في العالم كله مش بس في مصر، لكن أنا عايز أذكر حاجة أنا كنت زعلان منه لما خد قرار نمسك الاتحاد المصري لكرة اليد، كان واخد قرار إن اللعيب اللي عنده 30 سنة ومش في منتخب مصر يبطل. القرار ده طبعا قرار عاطفي للناس العاطفيين، يعني كان قرار الناس كلها زعلانة إزاي أنت بتحكم على الناس إنها تبطل يعني 30 سنة وقادر على العطاء. قال لهم قادر على العطاء يبقى جوه منتخب مصر، لو مش قادر على العطاء يبقى يبطل عشان يدي فرصة للنشء الصغار إنه يطلع. قرار جريء جدا في زمن العاطفة فيه كانت زيادة في شعبنا، وهي طول عمرها زيادة في شعبنا العاطفة دي، فأي قرار صعب شوية الناس تزعل منه يعني. وكمان الناس بقى اللي بطلت اللي فوق الـ30 ومش في منتخب مصر وبطل، عمل لهم زي دورات، يبقى مدرب يبقى إداري يبقى حاجات تانية، يبقى نستفيد بخبراتهم اللي فاتت عشان نقدمهم برضو للمجتمع كجيل جديد. ده بالنسبة لمصر موقف دوت عشان انا بس بذكره، فهو كان انا شوف انا كنت زعلان لكن عرفته بعد سنين طويلة لما شفت التطور الكبير جدا اللي حصل في الرياضة المصرية خاصة كرة اليد او في كرة اليد المصرية. عرفنا كان هدف القرار ده ايه من قبل بعشرين سنة علشان تكون كرة اليد المصرية في مصاف اكبر دول العالم في كرة اليد ودايما في المربع الذهبي، حاجة من الحاجات الحقيقة المشرفة جدا. ده بالنسبة لمصر وما حدث فيها لما كان بقى او لما زال موجود دلوقتي في الاتحاد الدولي لكرة اليد. يا جماعة لما يكون انسان مصري ويكون في الاتحاد الدولي لعشرين سنة متتالية ومنها بالتزكية، يبقى احنا كل العالم بيقدره، بس هنا نقدر نقول حسن مصطفى وكفى. طبعا دي الخلادة الذهبية اللي انا عايز اقوله، ان يعني حاجة تسعدني جدا ان انا اتكرم في بيتي في النادي الاهلي اللي انا قضيت فيه وقتي كله او عمري كله. ففي الحقيقة احب ان انا اشكر مجلس ادارة النادي الاهلي، بشكر الكابتن محمود الخطيب. الكابتن محمود الخطيب ده ايقونة للرياضة المصرية مش في كرة القدم فقط، ويعني قدوة للشباب مصر. ولو سيادتك مثلا يعني متعايش معاه في اي مكان حتى الان، كل الشباب يحبوا يصوروا معاه ويحبوا يتكلموا معاه، فدي حاجه يعني في الحقيقه رمز من رموز الرياضه المصريه على مستوى مش على مستوى مصر فقط. كابتن خطيب ده المفروض ان هو كان يبقى من احسن لاعيبه في على مستوى العالم كله، بس طبعا في التوقيت ده كان بلد قافله ما كانش فيه احتراف وقتها. بمناسبه دكتور حسن واحنا بنتكلم عن النادي الاهلي، فاكر ذكرياتك مع فريق الشمس؟ طبعا. الله يقدس روحه انيس عطيه، ده كان صاحب الفرقه وصاحب الكوره وصاحب الملعب. وانا هحكي لسيادتك يعني فريق الشمس برضه عشان الناس تكون يعني عارفه احنا بنتكلم، دي مجموعه من الاعضاء الرموز داخل النادي الاهلي مكونين فريق كده مع بعض وبيلعبوا كره قدم، والدكتور حسن مصطفى كان واحد من هدافين الفرقه برضه. لا انا كنت واحد من الـ يعني بعد ما انيس مات الله يرحمه، فكان فيك كان كابتن اللي هو محمود حلمي ده كان مدير امن رئاسه الجمهوريه وانا، فكنا نعمل فرقتين، هو يلعب فرقه وانا في فرقه، ونحط الكالندر كده او النتيجه اليوم ده حصل مين اللي كسب، وفي اخر السنه بقى نشوف مين الكسبان نتائج. فطبعا لكن انيس كان الله يرحمه يعني كان هو صاحب الفرقه وهو الامر الناهي في الفرقه وهو اللي يلعب الناس وما يلعبش الناس. انا ادي لسيادتك يعني حاجه حصلت او موضوعين مهمين. يعني هو احنا كنا بنلعب سبت وثلاث وخميس كره قدم طبعا عشان فكان بيلعب كل الناس اللي هي بطلت كره قدم بما فيهم صالح سليم وعبد الوهاب سليم وطارق سليم موجودين في فريق الشمس وهو ده الكابتن ده انيس عطيه.
فأحد المرات يعني مثلا يعني نلعب سبت وثلاث وخميس، كان يوم الثلاث لعبنا وناس كتير اتكلمت في الفرق، فنعم هو بينهي اللعب ويقول لك ثانك يو، راح مخلص اللعب. وجينا بقى ايه يوم الخميس، فيوم الخميس بقى كل الناس الكبار، كابتن صالح سليم وكابتن طارق سليم وكابتن عبد الله سليم وكابتن سقراط كابتن مراد نديم، الناس الكبار، وكان الكابتن خطيب بيجي، الكابتن حسن حمدي بيجي، والناس دي كلها. فاللي انا عايز اقوله ايه، جه قدامنا كنا الكلام ده في شهر اغسطس، في اغسطس بيبقى الشمس جامده جدا، وخصوصا لما تبقى واقف، فهو واقف قدامنا وقال معاه الكوره بتاعته في جنبه كده، صاحب الكوره يا بهوات دي فريق الشمس، وانا عنيس عطيه وانا كابتن فريق الشمس وصاحب الفرقه، واللي انا شايفه وانا الحكم، واللي انا شايفه بحكم من وجهه نظري، وساعات الكره تعجبني اقول يا عداد احسب الكره دي بجونين، الكره تخش الجون وممكن اقول مش جون، ما يطلعش خسران، واخد بالك. واللي عاجبه وهو احنا واقفين قدامه وهو واقف قدامنا كده، واللي عاجبه على كده يلعب معايا يجي الناحيه، راح قالب الناس كلها يجي الناحيه الثانيه، وبيعيد الثلاث مرات ثلاث مرات ثانيه، فالناس عايزه تلعب. فقالوا سمعا وطاعة يا انيس بيه، سمعا وطاعة يا انيس بيه، وبدانا نلعب. موضوع تاني برضو، الله يرحمه الاستاذ فريد شاوي، كان بيجي يلعب ممثل كبير طبعا، كان في ناس كتير ممثلين ولعبت الكره اغلبيتهم كلهم يعني، البطلين كانوا بيجوا يلعبوا فريد الشمس، كانوا بيجوا يلعبوا فريد الشمس. فالمهم الاستاذ فريد شاوي كان في احد البرامج بيسالوه يقولوا له يعني انت ايه هواياتك غير التمثيل، فقال لهم انا كابتن فريق الشمس، فسمعوا انيس استاذ انيس عطيه سمع فريد شاوي بيقول انا كابتن فريق الشمس، كابتن فريق الشمس. فالمهم ايه، هو كان ايه فريد شاوي يوم بقى من الايام يعني يلعب. بيلعب داخل الملعب اوضه اللبس، فهو شافه فراح قال ده بيقسم بقى الفرق ده هنا وده هنا وده هنا وده العاب، ورحنا لاعبين. فجه فريد وقف بقى بره، يا انيس بيه يا انيس بيه، ما بيردش، يعني ازبي ما بيردش، 7-8-10 مرات. فالمهم راح ايه اخر مره قال له وقف اللعب، وراح قال له عايز ايه يا فريد؟ قال له انا عايز العب لمده ربع ساعه بس. قال له انت مش هتلعب النهارده، ولو نادعت عليا مره ثانيه مش هتلعب طول حياتك. لازم تقدم اعتذار الاول انك قلت انا كابتن فريق الشمس. فطبعا كان يعني كانت لعب مع الروح الفكاهية اللي كانت ذكريات حلوة طبعا. الشخصية لدكتور حسن مصطفى، المدام ربنا يرحمها يا رب، الله يرحمها، منذ فترة طويلة، ومدام ماجدة عز، ودائما الدكتور حسن مصطفى بيتذكرها بكل خير، صاحبة حضرتك في مشوار طويل، ووقفت جنبك في مواقف طبعًا كتيرة. طبعا طبعا يعني الله يرحمها الدكتورة ماجدة، كانت يعني زوجة وأخت وصديقة وحبيبة وكل حاجة في الحقيقة. يعني برضو أنا لسه من حوالي اسبوعين ثلاثه كده كان عامل لها تكريم في الاوبرا،
فأنا بحب أن أشكر يعني أكاديمية الفنون، وبحب أشكر معهد الباليه، معهد عالي الباليه، أستاذ عاطف عوض العميد دلوقتي. في الحقيقة ماجدة يعني كان ليها بصمات كبيرة جدا، لأنها درست في روسيا، قعدت 11 سنة تدرس في روسيا الباليه، وبعدين لما رجعت بقت عميدة في المعهد عالي الباليه، وبعد كده ترقت وبقت نائب رئيس الأكاديمية. اللي أنا عايز أقوله إن هي في الحقيقة يعني كانت قيمة وقامة كبيرة جدا، وخصوصا على مستوى في الفن والباليه وكده. تعرفتوا على بعض في النادي الأهلي؟ في النادي الأهلي. تعرفنا على بعض في النادي الأهلي. فالله يرحمها يعني في الحقيقة يعني كنت سعيد جدا، لأن كل الناس تعلم زيتها كلهم كبروا طبعا دلوقتي. كلهم كانوا بيجيبوا سيرتها بالسيرة العطرة بتاعتها. وعملت ايه وكان البصمات بتاعتها ازاي، كانت باليه في البدايه كان طبعا مشكله انك تمارس باليه وكده، خصوصا لما تبقى بنت. ففي الحقيقه كان يوم جميل بالنسبه لي، اليوم اللي انا رحت فيه الاوبرا. احب برضه اشكر مدير الاوبرا، فالله يرحمها، عملت شغل كبير جدا، وكانت بتحب الناس والناس بتحبها جدا، وساعدت ناس كتير جدا في بداية حياتهم يعني. أنا شايف إن لغة النجاح هي لغة الدكتور حسن مصطفى، بس الدكتور حسن مصطفى بيتكلم كم لغة تانية غير لغة النجاح؟ بتكلم طبعا عربي، إنجليزي، فرنساوي، ألماني. دي اللغات اللي أنا بتقنها يعني. ده فادك كتير وحاجة رئيس الاتحاد الدولي. طبعا. زي لما أنا بقول لسيادتك، كنت أنا برضو اللي فادني أكتر كمان اللي هو الحتة بتاعت اللاعب ومدرب وحكم على المستوى. فادك بعد كده في القرارات بتاخدها وحضرتك قاعد على الترابيزه. اليوم المشغول الدكتور حسن مصطفى، حضرتك بترأس اتحاد دولي، اتحادات كتير، مشاغل كتير، يوم الدكتور حسن مصطفى بيمشي ازاي؟ لا انا بيومي باستمرار، انا عندي طقوس. طقوس لازم ابدا يومي الحمد لله بالرياضه. وبعدين بعد كده بعد الرياضه بقى بخلص الرياضه، وبعد كده اروح المكتب. لان طبعا انت عارف حضرتك انا قاعد في سويسرا يعني. في سويسرا اروح المكتب، وبعد كده يبدا الشغل بقى، والاتصالات والاجتماعات وكده. وطبعا اغلبيه وقتي في الطياره يعني، بسافر كتير. واحنا النهارده برنامجنا اسمه برنامج رد الجميل. احنا جينا النهارده لحضرتك عشان نرد لك الجميل بس بخمس لغات بقى. لا انا يعني رد الجميل طبعا، انا اللي عايز اشكر حضراتكم والستاف اللي موجود كله على انه انا ادوني فرصه ان انا اكون موجود معاكم في قناه النادي الاهلي. لا احنا اللي تشرفنا، قناه الحبيبه النادي الحبيب. وبعدين برضو احب ان انا احنا ما جبناش سيره، انا عايز اقول برضو ان قيادات الاهلي الناس على مستوى عالي جدا، من المسؤول تحمل المسؤوليه والالتزام والانضباط والديسبلين. دي حاجة في النادي الأهلي بداية من الله يرحمه كابتن مختار التيتش، وبعد كده جه كابتن صالح، وبعد كده كابتن حسن حمدي، وبعد كده كابتن محمود الخطيب. يعني الناس بتتعلم من بعضها القرارات، وبتتعلم ازاي الصح والغلط. فدي حاجة، دي حاجات موجودة في النادي الأهلي أساسية، مبادئ وأخلاق. اتعلمناها ومحدش، وعلشان سيادتك تكون في الصورة، يعني لو في واحد بيتحيز للنادي الاهلي من اي اتحاد، النادي الاهلي لا يقبل. حقيقي لا يقبل، يقول لك لا ده مش حقنا. ده الناس يعني، هو ده دي الرياضه اللي احنا بنتكلم عليها في الحقيقه. بعد المشوار الطويل للدكتور حسن مصطفى، المشوار اللي ابتدى من السيده زينب، ثم مدرب، ثم حكم، ثم لاعب، ثم رئيس الاتحاد المصري لكره اليد، ثم رئيس الاتحاد الدولي لكره اليد، ما شاء الله ست دورات متتالية أكتر من 20 سنة. من النهاردة كابتن حسن مصطفى وهو قاعد عايز يقول له شكرا، كان صاحب فضل على دكتور حسن مصطفى. أنا طبعا يعني في قناة النادي الأهلي لازم أقول شكرا للنادي الأهلي، وشكرا كل ما القيادات النادي الأهلي اللي هي بتساعدنا في إن إحنا نكون صح. يعني عمر النادي الاهلي يعني في حاجات كتيره جدا، يعني انت عارف حضرتك انا علاقتي بالكابتن حسن حمدي ازاي وكده. فكذا مره كان بيتكلم الكابتن حسن وبتاع في موضوعات معينه مثلا، يعني ليها وجهات وجهتين نظر.
فلما بتكلم معاهم بتاع بيبقى يعني ناس ملتزمة، ناس محترمة، ناس ما عندهمش يعني ان هم عايزين ياخدوا حق مش حقهم. فدي حاجة في الحياة انا اتعلمت منها كتير جدا من مدرسة النادي. ممكن النهاردة دكتور حسن مصطفى وما شاء الله عنده حق خمس لغات، ممكن تقول لنا شكرا للنادي الاهلي بالخمس لغات؟ طبعا شكرا بالعربي، طبعا شكرا بالعربي معروفة، بعدين ميرسي بالفرنساوي، وبعدين دانكشين بالالماني، واخد بالحركة ازاي. فهم طبعا اللغات اللي احنا بنتكلمها. فاللي انا عايز أأكد عليه ان احنا النادي الاهلي فعلا مؤسسة كبيرة، مؤسسة عظيمة بتقود المبادئ الرياضية على مستوى العالم كله، مش على مستوى مصر بس. وزي ما بقول لحضرتك يعني كتير من الأوقات بيبقى فيه وجهات نظر مختلفة، لكن في الآخر لما بتشرح وجهة النظر الناس بتتفهمها طبعا، تتفهمها. فدي حاجة كويسة جدا إن احنا النادي الأهلي متمسك بالسلوك الرياضي والروح الرياضية. فدي حاجة مهمة جدا. واحنا النهاردة دكتور حسن جينا نزورك ونقول لحضرتك شكرا من القلب، شكرا على مسيرة نجاح، شكرا على مسيرة كفاح ونجاح فريدة من نوعها. دايما بنفتخر بيك ونتشرف بيك ان حضرتك مصري وتكون رئيس الاتحاد الدولي لسنوات طويلة، ده شيء بنفتخر بيه كمصريين. وجينا النهاردة يعني نقول لك شكرا ونرد لك جزء ولو بسيط من الجميل. Thank you so much. سعدنا يا دكتور حسن نهدي حضرتك درع برنامج رد الجميل على المسيرة الرائعة والمشوار المشرف. شكرين يا كابتن أسامة، ألف شكر. شكرين لقناة الأهلي، شكرين لكل الشباب اللي موجودين. يسر قناة الأهلي وبرنامج رد الجميل إهداء سيادتكم أطيب التحيات وأسمى آيات الشكر والعرفان تقديراً للمسيرة الرائعة والمشوار المشرف. شكراً من الأهلي. شكراً كابتن أسامة. شكراً. بدي سيادتك أغلى كرة عندي من تاريخ وصول الاتحاد الدولي، وهي كرة بطولة أو كأس العالم في مصر 2021، لأن عليها علم مصر. وأنا بشكر حضرتك جداً يا دكتور حسن، بشكر حضرتك جداً. فرحتنا كتير مهما عملنا قليل، وهج اليوم اللي فيه ليكن ردي